طب شايف يا كريم ان غياب محمد صلاح عن صفوف المنتخب اثر بشكل كبير على شكل ومستوى الفريق ككل، ولا الفكره مش في غياب صلاح؟ شوفي محمد صلاح لما يغيب عن اي حد اكيد بيأثر. محمد صلاح زي ميسي، زي كريستيانو رونالدو، زي نيمار. احنا بنتكلم على لعيب كلاس ايه، مش في مصر، لا بنتكلم على لعيب كلاس ايه في في العالم العالم كله. كله. ولكن ما اقدرش اقول لك ان النهارده منتخب مصر كان محتاج محمد صلاح عشان يكسب توجو، ده امر طبعا مستحيل. وكمان اعتقد عيب انه يتقال في حق بقيه اللعيبه الموجوده. احنا معانا قايمه قويه جدا، احنا بنتكلم على قايمه فيها فرقتين وصلوا دوري، نهائي دوري ابطال افريقيا هيتلعب يوم 27 نوفمبر. بتكلم لعيبه الاهلي، لعيبه نادي الزمالك، وكمان لعيبه نادي بيراميدز اللي وصلوا الفاينل كونفدراليه بيلعبوا فريق توجو. امال يا جماعه احنا في تصفيات المونديال لما هنلاعب الجابون وهنلاعب انجولا هنعمل ايه؟ هنتكلم ازاي؟ لا لازم نعرف ان احنا في مجموعه سهله جدا، مجموعه عيب ان يكون فيها اصلا اي مساحه للتنافس. احنا المفروض منتخب كبير، والمفروض طبعا ما عندناش حتى مشكله في التصفيات دي يا ساره. ليه؟ ان في الاخر هيتاخد منتخبين الاول والثاني، ما بالك بقى لما نروح تصفيات المونديال في دور المجموعات هيتاهل منتخب وحيد فقط. فبالتالي ما اقدرش اقول ان محمد صلاح غيابه امبارح هو اللي خلانا نظهر بالشكل السيء. طب ممكن نقول ان الاجهاد وضغط المباريات كان عامل مثلا رئيسي في الظهور، او مش رئيسي، عامل من العوامل في الظهور المتواضع للمنتخب في مباراه توجو امبارح؟ ما نقدرش نقول كده. ليه؟ لان المنتخب مصر كان بيجري لغايه الدقيقه 90 وكان لنا فرص. الفكره ان امبارح اللعيبه كانت معتمده على مهاراتها الفرديه. خلي بالك يا صالح، احنا بنتكلم لعيبه منتخب مصر دول لعيبه كبيره، لعيبه تقيله. وهدي مثال بسيط جدا، ماتش نادي الزمالك ونادي الرجاء اللي كان ماتش العوده سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، كان في تباين في اداء نادي الزمالك ما بين الشوطين، ما بين الشوط الاول وما بين الشوط الثاني. الشوط الاول وصلت نادي الزمالك ظهر بالشكل السيء ده عشان الفريق كان بينفذ تعليمات المدير الفني، العب زون ديفنس واطلع للهجمه المرتده. الشوط الثاني الزمالك اول ما دخل فيه جون اللعيبه لوحدها فهمت ان هم في خطر. بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يتصرفوا بشكل فردي، بداوا يطلعوا مهاراتهم. فرجاني ساسي اللي فضل غايب 45 دقيقه بلمحه من المهاره الابداعيه جاب هدف ولا ارض. ده بسبب ايه؟ ان اللعيب نفسه عالي. نفس الامر طبيعي على منتخب مصر، اللعيبه عاليه. احنا جبنا جون في الشوط الثاني، هل هو من يعني من هجمه منظمه او من تفجير او من حاجه مرتب عليها؟ لا طبعا، دي كوره عشوائيه جدا. ونيني يستخدم فيها مهارته ولياقته انه يلحق الكوره والونش يكملها، لكن لياقيا لا طبعا. وهديك سبب ثاني، احنا بس الظروف بتاع الكورونا خلت اللعيبه مستريحه 4 شهور. احنا بنلعب كوره من تقريبا من اول 8، فبالتالي المفروض احنا حياتنا اختلفت. فبالتالي الوقت الحالي هو قمه العطاء البدني للعيبه، ان احنا اصلا دلوقتي المفروض في وسط الموسم بتاعنا. طيب انا عايزه برضو اسالك عن تقييمك للتحكيم امبارح، وبرضو اذا كان غياب الفار في المرحله دي من المنافسات اثر ولا لا، او هيأثر كمان بعد كده؟ نعم، هو طبعا غياب الفار منطقي جدا، ان احنا بنتكلم عن مباريات تصفيات في افريقيا، فاستحاله الكاف يقدر يجبر ال 52 دوله اللي بيشاركوا في التصفيات ان كلهم عندهم الامكانيات بيطبقوا بيها تقنيه الفار. مستحيل حتى تلاقي اكتر من 10 دول اللي عندهم التقنيه دي. وبالتالي من باب العدل ما اقدرش ان في 10 دول عندهم الامكانيات اخلي هم بس اللي عندهم تقنيه الفار والباقي لا، ما ينفعش. فالعدل بيقول ما فيش فار على الجميع. طيب الحكم اللي حكم امبارح حكم ضعيف للغايه. طبعا منتخب مصر له ركلتين جزاء واضحين 100%. طبعا بس تاني ما اقدرش اقول ان الخطا الحكم ظلمني. ليه؟ لان انا اصلا رحت المرمى كام مره؟ ده سؤال مهم يعني قبل ما اتكلم برضه على التحكيم. ومش عايزين نقعد نتكلم عشان معاك ان الفريق القوي جدا ما بيتكلمش على التحكيم، انك بتوصل مرمى كتير. وهدي مثلا بسيط جدا، السنة 2005 النادي الاهلي كان بيلاعب اعتقد انيمبا في ابوجا في نيجيريا. الماتش ده يا ساره كان الحكم كيم لي شون، كان من موريشيوس، تمام؟ كان ماتش دور المجموعات. عايز اقول لك 90 دقيقه كيم لي شون ما طبقش قانون التسلل في الماتش، ما طبقوش. اي كوره كان بيروح انيمبا فيها على مرمى الحضري ساعتها كان بيمشي الكوره، مفيش اوفسايد. وبالتالي النادي الاهلي كان قوي جدا ساعتها، النادي الاهلي كان فرقه مرعبه. كسب 1-0. مانيو جوزيه بعد المباراه عمره ما اتحجج بالحكم. مانيو جوزيه اتغلب بالنجم الساحلي هنا في مصر، تمام، فضيحه تحكيميه، وما اتحججش. فاحنا عيب ان احنا نتكلم عشان معاك.
طيب خليني، هي طبعا مش شماعة التحكيم، ولكن يعني في غضب من التحكيم في مباراة امبارح، في تخوف من المباريات اللي بعد كده، ولكن خلاص اللي حصل امبارح حصل، لازم اروح معاك للمباراة اللي جاية اللي هي بعد بكرة. شايف ايه شكلها هيبقى ازاي؟ هل تتوقع ان حسام البدري، ايه التغييرات اللي انت بتتوقع ان هو ممكن يعملها في تشكيلة المنتخب؟ طبعا اكيد التغيير الاول المنطقي بعد غياب عمرو السوليه للايقاف لمنظرين، اكيد طارق حامد هيخش كاساسي جنب محمد النني. المشكله الثانيه طبعا عند المنتخب هي غياب محمد هاني بسبب اصابه، واكيد طبعا هيبقى التفكير ربما في احمد توفيق، هو متوظف طبعا في المركز ده، لعبه مع بيراميدز مزون على نادي الزمالك، لكن مش هو اصلا مش باك يمين، او اللجوء للحل الثاني اللي هو في وجهه نظري ربما يكون الاكثر فعاليه شويه، انك تلعب محمود الونش هو الباك يمين وتدخل محمود علاء مساك جنب حجازي، بس كلها برضو هتبقى يعني ايه بنقيف الامور بسبب الغلطه الاداريه اللي وقع فيها المنتخب المصري والكابتن حسين بدري بعدم استدعاء احمد فتحي لقائمه المنتخب. كريم سريعا بس عايزه اعرف منك وفقا لمصادرك، نعم، اخر تطورات الحاله الصحيه للاعبنا المصري محمد صلاح؟ هو طبعا محمد صلاح حاليا في العزل الصحي في مدينه الجونه، واعتقد هيمكث هناك لمده 14 يوم، هي المده اللي اقرتها وزاره الصحه المصريه. ان شاء الله باذن الله باذن الله ما يحتاجش 14 يوم، شفنا لعيبه كثيره بيجيلهم كورونا وبعد 3 4 ايام بيعملوا مسحه ثانيه وتطلع سلبيه، فباذن الله محمد صلاح خلال ايام قليله باذن الله يعمل مسحه ثانيه وتطلع نيجاتيف، تطلع سلبيه باذن الله. بشكرك جدا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، بشكرك كنت معانا في برنامج السادسة.